هي سهرة ولكل السهرات، هي ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، حفل جاءه الجمهور وأحسن التنظيم وهيئة مهرجان صفاقس الدولي، وكلها لعيون أمير الأغنية العربية. إن شاء الله تعدى السهرية تحفونا. صابر باي معنا من أقوى الفنانين في تونس وديما يحفله. والله إن شاء الله تعدى السهرية حلوة. صابر باي معروف وصفاقسية كل يحبوه وتونس كل. صابر باي هو معبود جماهيري في صفاقس، دونك احنا هذاك علاش جينا باش نسهروا سهرية سيدي رمضان معاه. ماشي للمسرح باش نتفرج على صابر باي. فوالا حلوة برشا، يستاهل حتى 50,000 صابر باي. افتتاح رسمي للدورة 35 لمهرجان صفاقس أعطى إشارة انطلاقه الفعلية السيد نزار شقرون مدير المهرجان بحضور وزير الثقافة السيد مهدي المبروك. سيد الوزير صح جريبتك. يعطيك الصحة، عيشك بارك الله. سيد الوزير في افتتاح مهرجان صفاقس الدولي اليوم مع أهالي صفاقس بعرس صابر الرباعي. أكيد أنه صابر الرباعي يعود إلى أهله وضيفه ومدينته، المهرجان يعود إلى فضائه، الفضاء يعود إلى حاضناته الطبيعية. هذه كلها مؤشرات على مصالحة صفاقس مع مهرجان. هذه السنة ضعفت ميزانية هذا المهرجان، ضعفته وأكرر ضعفته، أنه عندي 400 مهرجان. أكيد مهرجان صفاقس يستحق إن شاء الله مع بعضنا. أما رأى وزير الثقافة ضعف ميزانية المهرجان في ظرف عام لأجل عيون صفاقس، لأجل عيون نخبها، كل شيء يهون، ولكن إمكانيات وزارة الثقافة محدودة. لابد من دعم السلطات الجهوية، من دعم البلدية، من دعم الاستشهار ورجال الأعمال. وما تنجمش أيضا البلاد تونس تعيش بدون ثقافة، فالتلازم شرطي لا يمكن أن نفصل بينهم. إن شاء الله صحة شريبتكم من الناس كل كل ليل وله عشاقه، وليلك كل الناس تعشقه أيها المهرجان. هذه ليلة استثنائية في صفاقس، في مهرجان صفاقس الدولي بعد سنتين من الإغلاق. يعود هذا المسرح العزيز على قلوبنا، يعود بمجهودات أطراف عديدة سأذكرها لا لأكون من الرسميين، ولكن لأقول ولأعيد الكرم لمن كان كريما. ليعتلي صابر الرباعي ركح المسرح الصيفي بسيدي منصور تحت عدسات مختلف وسائل الإعلام التونسية، ويطلق عنان البهجة والتفاعل مع جمهور صفاقس في سهرة رمضانية عانقت أبواب العالمية. Yeah.
رايك بالسهريه الليله؟ هيله سهريه دلوله دلوله ياسر تاع صابر الرباعي شلت ديما صابر الرباعي سي جوك احلى جو بخلاف صابر ما ثم حتى حكايه والله السهريه تعمل كيف تفرد على القلوب هيله برشا سهريه تحوينا ياسر كيما العاده صابر الرباعي يحفلها هيله برشا تحفون والله عطيه الصحه فريمون خارق العاده سهريه طياره برشا انا عندي وظن ما نسمعش بها الليله صرح لي صابر الرباعي ورغم السعي من طرف هيئة المهرجان لإنجاح جل الفعاليات إلا أن المفاجآت كانت موجودة في برمجة هذه الدورة بإلغاء حفل كاظم الساهر ويسرى المحنوش كانت رغبة جدية أنه تستضيف في هذه الدورة 35 الفنانين يعني كاظم الساهر ويسرى المحنوش الأسباب اللي خلتنا نتراجعوا على إدراج هذه السارة هي أسباب مالية يعني بالأساس لأن العرض هذا درسته الهيئة قالت أنه مش يتكلف يعني أي هذا هو فقط يعني بالنسبة للعرض الكلي يتجاوز 200 مليون الحوار مع ماجد الرومي في مستوى متقدم ولكن احنا باقي عندما يعني نتفاوض في إطار أي سهرة نؤمن فيها بقيمة العرض بقيمة الفنان اللي نستضيفه عندنا دائما المشكلة متاع الكلفة المالية وقدرة المهرجان ما تبكيش هكذا غنى صابر ابن عاصمة الجنوب في حفل افتتاح مهرجان صفاقس الدولي وكأنه يضمن رسالة لجهته بحضور المسؤولين بأن الفن والإبداع لا حدود له رغم القيود وقلة الإمكانيات في حفل تصالحت فيه جهة وجمهور مع ثقافتهم وحبهم لمعانقة عباب السماء من أجل أجمل لحظات الحياة.